نمدوا نظرة نبينوا فيها كيف يكون التكوين في الجمارك والمستوى اللي يجب دخول لإدارة الجمارك، وهي أبواب مفتوحة باش يعرفوا شي هي المهام تاع إدارة الجمارك والتطور اللي راهي لحقت له إدارة الجمارك. الثانويات والجامعة يكونوا هما الأقرب لهذه الأبواب المفتوحة باش تكون عندهم نظرة على إدارة الجمارك واش العمل تاعها والمهام تاعها بصفة خاصة.